القدس الآن بعد 2000 عام من ميلاد السيد المسيح، يعود بنا الزمن إليها والمكان يتهيأ لحدث عظيم. بعض الحكماء من المجوس وقالوا إنهم رأوا في الشرق نجماً طالعاً يدل على ميلاد صبي له شأن عظيم. هيرودس ملك الرومان يخشى على ملكه من هذه النبوءة، فيتخذ قراراً يثير الفزع في البلاد كلها. يأمر هيرودوس بقتل جميع الأطفال من البنين ممن يبلغون 2 أو أقل، فكانت الأمهات يخفين أبناءهن في الكهوف المظلمة خوفاً عليهم من الموت. كنيسة المهد في بيت لحم. بنيت كنيسة المهد في المكان الذي استقبل ميلاد السيد المسيح. المكان ولد عيسى عليه السلام في مذود صغير، وتلقته الأم العذراء بالحب لمن هو رمز الحب والنقاء. يظهر ملاك ليوسف النجار في الحلم ويقول له إن هيرودوس يصر على قتل كل الأطفال، فخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. Thank you.
أشرق النور على مصر منذ الزمن البعيد. إبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى عليهم السلام، ولأنها ولدت قبل البلدان وتحضرت قبل الحضارات وبحثت عن الإله قبل الأديان، اختارها الله لتكون المكان. صحراء سيناء تعبرها العائلة المقدسة في رحلة شاقة لا دليل لهم فيها إلا نجوم الليل وإرشاد السماء للقلوب الصافية. كل مكان مرت به الأم العذراء والسيد المسيح صار مباركا. كانت العائلة المقدسة تتلمس الطرق الآمنة هربا من أعين الرومان. كان اجتمعت فيه العائلة المقدسة كان على شاطئ النيل عند مصر القديمة، وفي المكان المبارك بنيت كنيسة مريم العذراء. Thank you.
يواصلون طريقهم في أرض الحضارة. عين شمس هي مدينة الشمس المذكورة في الكتاب المقدس، وسماها الفراعنة المصريون مدينة أون. الشجرة المباركة، شجرة استظلت بظلها العذراء مريم والسيد المسيح، فصارت مكانا طاهرا يجذب إليه قلوب العالم. من هذا البئر شربوا، وبمائه أحمت السيدة العذراء طفلها الصغير وغسلت ملابسها. حصن بابليون، معقل الرومان في مصر، يخرج منه الموت من جديد ليطارد السيد المسيح كما طارده منذ ميلاده. وتعود العائلة المقدسة إلى مصر القديمة بحثاً عن مخبأ آمن. في هذه المغارة اختبأت الأم المباركة وطفلها ويوسف النجار لبعض الوقت. وفوق المكان الذي احتضنهم بنيت كنيسة أبو سرجة. مصر القديمة قضت العائلة أياما متفرقة بنيت عليها فيما بعد الكنائس والأديرة.
تمضي شهور وشهور، ولا يزال الخطر يلاحقهم من مكان لمكان. في واد النطرون قال الطفل لأمه: اعلمي يا أمي أنه سيعيش في هذه الصحراء كثير من الرهبان والنساك. السيد المسيح بارك أركان الوادي الأربعة، وهو من أشهر براري مصر التي كانت وما زالت موطنا للعبادة. وتواصل العائلة ليلها ونهارها، صيفها وشتاءها، رحلتها القاسية في الصحراء وبين الجبال، مثقلة بالجهد والآلام، حتى تصل إلى جبل الطير بالمنيا. لم تمكث العائلة المقدسة في مكان واحد لفترة طويلة، فقد كان الرومان في مصر يطاردونهم، فيتغير مسار الرحلة شمالا في دلتا مصر وجنوبا في صعيدها. Thank you.
وفي موضع خطواتهم المباركة توجد كنيسة السيدة العذراء المنحوتة في الصخر. آخر مكان وصلوا إليه بعد تلك الرحلة الشاقة هو دير المحرة في أسيوط بصعيد مصر، وتتمتع الكنيسة الأثرية بدير المحرة بأنها الكنيسة الوحيدة في مصر بل في العالم كله التي دشنها السيد المسيح بنفسه ورش في أركانها الماء المبارك بيديه الطاهرتين. قصة المكان هنا تبتدي 700 سنة قبل ميلاد المسيح. في النبوة في العهد القديم بتقول في هذا اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. ده هو المذبح اللي جلس عليه يسوع المسيح، وده هو البيت اللي عاشت فيه العائلة المقدسة. في زيارة البابا توفيلس لهذا المكان ظهرت له السيدة العذراء في رؤية وأخبرته عن رحلة العائلة المقدسة في مصر، وقالت له إن هم أقاموا في هذا المكان 6 شهور و5 أيام، ودي كانت أطول فترة قعدتها العائلة المقدسة في مكان في مصر. ظهر الملاك ليوسف يأمره بالعودة بالصبي وأمه إلى أرض فلسطين.